أكثر من 30 عاماً والعم علي الحداد في محله الذي يحافظ على الطابع التقليدي لمهنة الحدادة، أعرق المهن في الحضارة الإنسانية. فيها متعة بالنسبة للأشخاص القديمين، يعني المصانع موجودة من سابق ومن لاحق. شارع الحدادين في كريتر يكاد يفقد معناه نتيجة المتغيرات التي أحدثها العصر وطغيان الآلات الحديثة، كذلك وقوع هذا الشارع في قلب السوق التجاري، والخشية على هذا الشارع الذي يعد من معالم المدينة القديمة أن يخلو من المحلات التي أعطت له هويته المميزة. وعدونا احنا انه بيكون في تطوير للمهنة هذه، وبيكون في دعم من قبل الدولة، وفي هناك صندوق يعني تقوم بدعمه جمهورية ألمانيا. وعود كثيرة تلقاها العم علي من الجهات الرسمية والمنظمات المهتمة بالمهن التقليدية للمحافظة عليها من الاندثار. ستظل مهنة الحدادة تقاوم الانقراض ببقاء عشاقها أمثال العم علي بمحله الوحيد في الشارع المسمى بشارع الحدادين. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.